Les procédures et l'accès à l'information aux citoyens et aux opérateurs économiques. Cette rencontre se veut une contribution au débat national. تحد نسخة جديدة من اللقاءات ديال الرقمية اللي تنظموها بتنظمها الشبكة الوطنية للتجارة الخارجية بورتنيت بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ، هي فرصة باش نعاودوا اللقاء وتجديد هذا اللقاء هذا من أجل التحدث وتبادل الأفكار والتجارب حول دور التكنولوجيات الجديدة في المسار ديال الرقمنة في هذا الميدان ديال التجاره الخارجيه وديال اللوجيستيك. تنحاولوا من خلال هذا اللقاء هذا باش نثيروا انتباه ديال جميع الفاعلين الاقتصاديين على الضروره ديال تتبع هذا التغير اللي غيكون تغير جذري في هذا الميدان هذا من خلال هذه التكنولوجيات اللي تعطي اون فري فالور اجوتي وقيمه مضافه لجميع الفاعلين الاقتصاديين من خلال التكنولوجيات اللي تنشوفوا الان تتصارع بطريقه كبيره مثل الانتيجونس ارتيفيسيال البلوكشين والايوتي، وهادو هما كلهم تكنولوجيات اللي هي بدلوا الطريقه ديال العمل ديال جميع الفاعلين الاقتصاديين. لهذا هذا اللقاء هذا مهم باش نعاودوا نجددوا هذا النقاش حول هذه التكنولوجيات. وكذلك هذا اللقاء هذا غادي يسمح لنا باش نلونسي واحد النوفو هاكاتون سمارت بورت تشالنج اللي تنظموه مع الوكاله الوطنيه للموانئ، واللي تنحاولوا اننا نقوموا بواحد المبادره اللي تسمح بالابتكار والابتكار في هذا الميدان ديال لي بلاس بورتيير وديال التجاره الخارجيه باش نبينوا بين حنايا متقدمين في هذا المجال هذا وفي مصاف دول متقدمه في هذا الميدان.